اخويا اكثر حاجه ندمت عليها في حياتي هو انني ما درتش السكن ديالي الخاص المستقر، هو انني بقيت عايش مع والديا نظرا للظروف ديال والديا، لان اول حاجه الوالدين بقاو بوحدهم لان الخوت خرجوا لبرا وبقاو الوالدين. ولكن ولو ندمت في حياتي لانني ما درتش السكن، اخيرا لقيت بان الوالد بقى مستقر بوحده في الدار ومريض، والحمد لله دابا انا من بعد الله راني مقابله. هذا هو اللي كاين هو هذا، وكنصح الاخوان وكنصح الناس اللي كيتزوجوا والناس اللي باغيين يتزوجوا يفكروا بعين، لان السكن اصبح يعني سكن اصبح ضروري دابا، لان نظرا للظروف ونظرا للمشاكل ونظرا لان بزاف د الحوايج دابا كتلقى ان الام كتضار مع المراه والمراه كتضار مع الام والاخوات وهذه. انا كنصح الشباب اول حاجه هو يكون عنده سكن ويكون عنده الماده ويكون عنده خوف الله تبارك وتعالى. انا اللي ندمت هو بانني كانت عندي الفلوس كانت عندي موجوده، يعني شحال هادي اما دابا الحمد لله يلا عايشين، لا لان راك عرفتي الحياه كي ولا دابا يلا عايشين على قد الحال، يلا الطوموبيل تاكل مازوط وكشنا تاكل الماكله والماكله ولات غاليه والمطيشه غاليه وكل شيء غلا وكل شيء مشى بزاف. انا راه كنا كندخلوا 100 درهم كندخلوا للسوق كنديو جكفاف ديال الخضره، دابا راه ولات 100 درهم كتبقى تدور في السوق يلا كتملى براسك ما كتعرفش كيفاش دير. حاجه اللي كنتمنى حقها 24 هو الصراحه هو والله لا بزاف د الحوايج، ولكن ما عرفتش الحاجه اللي كنتمنى نحققها في 24 هو ما كرهتش دار مثال دار ما كانتش الحق دابا لانني بحاجه ليها، ان الوليدات كبروا هذا وهذا بغيت لا الوليد نبقى مع عائله. الوالد عندي عهد بيني وبينه اما يموت حتى الموت انا ولا يموت هو الصراحه، ولو ما سمحش لا ولا يكون ساكن ما سمحش في الوالد نشري دار نظرا للاستقرار، ولكن الوالد نبقى معاه حتى يموت حتى الموت انا ولا يموت هو. رساله الوالد ديالي كنطلب الوالد ديالي اول حاجه يرضي عليا ونتمنى ليه الصحه ونتمنى من كاع اللي عنده والديه مراد الله يشافيهم. الوالده الله يرحمها يعني ماتت، والرساله ديالي اللي نوصل للشباب لان الشباب يعني كل شيء ماشي الشباب البشر كله اللي عندهم موت الله فيها، راه الام راه شجره في الحياه، الام يعني راه الا ما عندكش الام راه ما عندك والو في الحياه الصراحه، لان احنا مشات علينا ندمنا يعني بحال شي حاجه بحال شي حاجه كنتي مغمض عينك وحليتيها وقيتيها مشات، لان الام كتفيق كتلقى كتفيق بالام وتنعس بالام يعني احسن حاجه في الحياه.